صباح الخير. طبعا اول صار لي هواي فتره ما مصور فيديو من الصبح. طبعا هسه الساعه تقريبا هواي احكي طبعا انا بالخمسة ونص طلعت الحمر تلعب، ذني اربع حمر وذن جبت اثنين، هم حمر راح يصيرن ستة يعني طيران عندنا، وان شاء الله نبزر ونطلع افراخ يعني سوينا وجبة حلوة. خلي السمسم يطير ويا الزواجل، اريد الحمر تاخذ جنح الزاجل افضل. تعال تتجي، تعال تجي لو لا، لا ما تجي لا تجي، تعال اشلع قلبي سمسم عوفك بوي ما انت سافتك. طبعا استون طلعت مفرة ذني شوية طيرة قويات بس ذني لا صراحة انا صعتني شوية. سمسم راح تشلع قلبي شوية شوية، صعد 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 شوف صعدا لان الزواج يشوفون منطلقات صواريخ ارض جو. هنا الحمر تحرك بيه خلي هذا والله كبير الطار وي سمسم عوفه اريد ياخذ جنح الزاج الافضل. ها شنو صار احمر لو زاج يلا اقعد هنا هلا بنص السطح اجي سمسم خطيه باقع على ذاك المكان القديم. يلا ولا يهمك سمسمنا الغالي. هسه شو نسوي؟ ليش ما ندخلكم هذين الافراخ القديمات الجديدات ونطيركم هذين ثلاث دقائق؟ سمسم شلونك الحجي؟ تعال اردونك يلا 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 شوي صار صارن الحمر شباب ذاك وين راح؟ هلا هلا يطبقن وي زواجي لا ياخذن ويروحن. تعال بويا سمسم تعال اطلع بيهم بعيد هسه راح يصيرن ثلاث حمر عندنا راح يصيرن ست حمر تقريبا طيب. سمسمنا لا تروح بيهن بعيد مثل ما قلت لكم اريدين ياخذن جنح الزاجي الافضل بهواي حتى شوي كافي لو بعد دقه لا بعد بعد لا ام انا ما اقدر شوف انا مشكلتي ما اقدر بعد صارتها شوي بعيده علي. لا والله كافي 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 ما اريد تعب. تعال تعال سمسم تعال هلا 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 تعال تعال صار وين ما متعرف ياك تعال شو تريد؟ وك شو تريد؟ تعال شو تريد؟ مستونا اكلتك قوم خذ جماعتك وطير بيهم يلا سوي لهم تدريب ترى قلت لك من الصبح والله. تعال 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 راح اعطيك اياك تعال تعال اهلا بالغالي يا هلا ويا مرحبا تفضل تفضل لا تخاف خاف مننا قال اكل اكل يا العقيدك ايش عندك غيرك يا قواد؟ ذكر ايش بي خايف؟ اها وصفه يا وصفه يا هاي الزلمه خلي جماعتك ياكلون وجبتهم الصباحيه. الله عاد انا يوميا نايم ما اصعد هنا الصبح هسه شفت اكل موجود قلت انا ودي الهن بالعافيه عليهم. ركي ركي على كيفك لا تغص لا تستعجل بالعافيه بالعافية حجي. يلا راح يخلصن هي يلا طماطة بصل صمون خبز النقع وياهم بالمي تمن اكو يعني صارت لك كوكتيل بس انها متونسة. شوف واحد طبعا قال لي من المتابعين جيب شامبو اي شامبو وغسلني يطيح الوسخ. نشوف جزء على الفيديو الجاي اجيب شامبو وانا اغسلني قنات. هنا جبت الزواجل للتزريق هسه البعض اكو بيهم يقولون احنا نريد نكاثر زواجل وهاي. حبايب بس صبروا اريد اكاثر الحمر والنوبه اكاثركم زواج على راحتي شوي. الحمر امرهم صعب مو مثل زواج زواج بسرعه بيضه ما شاء الله. هنا كانت مبيضه خليتها خمسة ايام شلت البيض ذبيتها جوا هاي الشكريه انا ما اعرف وين كلش شوفوها
هذا البيض قاعد يقفي، هي مو كلش بالقف، هاي مو قوية. شوفوا هاي امس بيضت، شوفوها امس بيضت، خليت بيضة ثانية، ثانيها خمسة ايام اشيل بيضها، واذا بيضت هاي الزواجل او الذنيش اللي جوه ازرق جواهن. هسه قالوا لي جوز يقطعن يتاخرن، خليني يتاخرن مثلا، يعني انا لو مخلي البيض جواهن مثلا جو الامهات الاصليات هم بال 40 يوم بال 30 يوم يلا يرجعين بيضه مره ثانيه، على الاقل هسه انا ازرقهن جوا الزواجل. ايش قد ياخذن كلش كلش 20 يوم 15 يوم يرجعني بيضا ان شاء الله. حتى نسوي لنا وجبه حلوه، السنتلايت يا يابا يا سنتلايت. اخ لو تكمل وطلعن. هسه هو البيض شاد اعصابك، عين اعصابك انت هم اعصابك هي الحلوه. قف عادل تركت لك. يلا ما مشترك شباب خليه يشترك، تحياتنا.